طبعا عشان نعمل جوانتي انا قست هنا دي عدد من السلاسل، هنبدأ المقاس من هنا لحد هنا كده. طبعا عاوزة تطوليه ده حسب الرغبة. انا عملت العدد دي من السلاسل وهنبدأ الغرزة بتاعتنا. هناخد دي كده بسم الله ونطلعها كده هكذا زي غرزة المنزلقة. انا هنا هوضح الغرزة بخيط فاتح وهتنيه كده عشان بس الغرزة تكون واضحة. طبعا الربطة العادية بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم اهي تمام. هنشوف كده عدد من السلاسل 2 3 4 5 6 7 8 9 يعني تقريبا، يعني هنوضح بس الغرزة 19. خلينا كده خلاص. انا عملت عدد من السلاسل زي ما احنا عارفين، احنا قلنا هنجيب مثلا من هنا العدد السلاسل دي هتكون من هنا لحد الطول اللي انت عاوزاه من الجوانتي تمام. بعد كده انا عملته هنسيب اول سلسلة ده ارتفاع السطر الاول وناخد دي كده نخرج بالخيط. الغرزة اللي بعدها نخرج بالخيط دي اخر غرزة مثلا في السطر. هنبدأ ناخد سلسلة واحدة بس عشان نرتفع للسطر التاني. عايزة كده تلاحظوا السطر التاني عبارة عن دي السلسلة من فوق اهي، بتبقى على هيئة سلسلة. طبعا هنشتغل السلسلة عبارة عن فتلتين، فتلة قدامك وفتلة ورا، يعني هي دي فتلة من قدام اهي، دي اول غرزة. دي كده اول غرزة عبارة عن فتلتين، فتلة قدام وفتلة ورا. احنا هنشتغل على الفتلة اللي ورا، كل سطر هنقلب الشغل هنشتغل على الفتلة اللي ورا بس تمام. انا عملت هنا اول سلسلة خلاص، هناخد الفتلة اللي ورا اهي ونسحب الخيط ونخرجه زي ما عملنا اهو. الفتلة اللي ورا اهي تمام. هنبدأ برضو نقلب الخيط اهوت للسطر اللي بعد كده وهنرتفع بسلسلة،
وهنشوف هنا هنلاقي برضو فتلة قدام وفتلة ورا، هنشتغل على الفتلة اللي ورا. طبعا احنا هنستمر الغرزة دي كلها هنعملها للجوانتي، هي غرزة حلوة قوي، بتكون شبه الاستيك كده، بتمط معاكي في اللبس. انا ان شاء الله هحضر العينة، انا هحضر الجوانتي هخلصه بس عشان خاطر الوقت، من هنا كده لحد هنا كده ونشوفه مع بعض، عشان بس خاطر وقت الوقت الفيديو ما يكونش طويل، يا رب تكون الغرزة واضحة. هنبدأ دلوقتي نشوف الأمام من الخلف، ونبدأ نقفل بغرزة منزلقة، هنحط كده الاتنين فوق بعض ونقفل بغرزة منزلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. هندخل ومنزلقة،
ده لحمناهم في بعض، وهنبدأ ان احنا نقلبها. ده مكان تمام، وهي اهي احلى حاجة في الغرزة دي ان هي بتمط، يعني على حسب الجسم. انا هبدأ اسيب من المسافة دي كده، وهبدأ اشتغل في المسافة دي بس، يعني انا همشي في المسافة دي كده، وهيجي لحد هنا كده، من هنا لهنا واقفل تمام، وهسيب الصابع ده خالص مش هشتغل فيه، وهبدأ اشتغل هنا كده كمان شكل جمالي عشان نكمل الجوانتي. انا هنا حددت مكان الصابع الكبير اللي هي المسافة دي، وهبدأ اخد غرزتي وهطبقهم فوق بعض، وهبدأ ان انا اشد الخيط واثبت الاتنين دول في بعض. هدخل دي كده واثبت دي كده، اثبت الطرفين في بعض بالشكل ده تمام. يبقى ادي فتحة الاربع صوابع هتتمط معايا، وادي فتحة الصابع الكبير. هنبدأ بقى هنمشي من هنا كده غرزة نصف عمود عشان نكون لنا صف تاني نبدأ نشتغل شكل الجمالي عليه. هنيجي في اول هنا اول غرزة، بسم الله الرحمن الرحيم، غرزة نصف عمود عشان نكون غرزة. كل غرزة اتقابلنا هنحط قدامها غرزة، بالشكل ده غرزة نصف عمود. كونت انا سطر جديد اهوت عشان نبدأ نشتغل الوردات اللي على الحرف الصوابع. انا خلاص هنا خلصت السطر، هبدأ ان انا اقفلهم بمنزلقة. بالشكل ده هبدأ اخد تلاتة عمود، واحد اتنين تلاتة. هنعمل غرزة، الغرزة دي عبارة عن هناخد في اول، هنسيب سلسلة وناخد في السلسلة اللي جنبها عمود، وبعدين سلسلة وعمود في نفس السلسلة في نفس الغرزة. زي ما احنا شايفين اول سطر بعد ما قفلنا وفصلنا الصابع الكبير عن الاربع صوابع، هنعمل غرزة البسيطة دي عبارة عن عمودين في غرزة واحدة وبينهم سلسلة. سلسلة وبعد كده عمود، واحد اتنين، ادي اخر غرزة اهو. ونبدأ ان احنا اننا ننهي السطر. خلاص كده هننهي السطر بمنزلقة، مش هنرتفع للسطر التاني بتلاتة سلسلة. خلاص هنبدأ بقى غرزة جديدة، هندي بقى الشكل الجمالي. هندخل كده، واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة، تلاتة عمود في غرزة واحدة، وبعدين نخرج. بسم الله، خلاص خلاص هنعمل مثلا اتنين سلسلة، وفي نفس الغرزة
هيبقى برضو 3 عمود مع بعض. هذا 1 2 3، 1 2 3، وبعدين هناخدهم كلهم مع بعض. هناخد 3 2 1 2 3 3 سلسلة، وفي نفس الغرزة برضو احنا بنعمل وردة، يعني نص وردة، 3 عمود، 1 2 3، وننهي كده بالشكل ده، ونبدأ ان احنا نثبتها دايركت في الغرزة. نسيب غرزتين ونثبتها في الغرزة الثالثة. ادي هنسيب غرزة 2 وهنثبتها في الثالثة بمنزلق، تمام بالشكل ده. بعد كده هنطلع ب2 سلسلة، وهنسيب 3 غرز، 1 2 3، ونبدأ في الثالثة، ونبدأ ادا 1 2 3، وننهيها، نعمل ادا 1 2 3، ونبدأ في نفسها معاها برضو، نكون بقية الورقة بتاعة الوردة. 1 1 2 3. واحد 2 3، وننهيها ونقفل الورقة اهي، ونبدأ اننا 1 2، وفي الثالثة نثبتها. هنستمر كده لحد نهاية السطر. هناخد 5 سلسلة كده وندخل هنا، ونخرج بمنزلقة، يعني نخرج بغرزة عادية، وبعدين 1 2 3 4، هندخل في أول واحدة دي. على فكرة الكنار النهائي ده بيبقى حسب، يعني حسب ما بتحبي، يعني مش حاجة معينة احنا بنتقيد بيها. 1 2 3 4، وهندخل في الفرع اللي في النص ده، ونطلع بمنزلقة، نخرج، نعمل 1 2 3 4 من نفس الغرزة بمنزلقة، عشان نكون السنبلة اللي عندنا دي في النهاية. 1 2 3 4، واحد 2 3 4، خلاص كده انا خلصت الجوانتي شغل بالكروشيه. هبدأ بقى ان انا اطرزه. لو انت عايزة تلبسيه كده من غير تطريز ماشي. طبعا انا الخيوط دي ان شاء الله في الاخر خالص هعمل لها تشطيب. هبدأ ان انا بقى ايه اطرز كده، ارسم اي وردات
بسم الله الرحمن الرحيم. هرسم اول وردة هنا، هرسم وردتين كده ولا حاجة. هنقوم راح مدخلين دي كده، وبعدين هنبدأ نلف. 1 2 3 4 5 6 7 8، وبعدين هنقوم راح شادين الايه، الابرة بالراحة كده. هنشد الإبرة الخيط، هنشد الخيط بقى بسم الله اهو. تمام، وهندخله هنا كده، وهنطلعها جنبها كده، هنثبتها يعني بسم الله. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة 8 9 10. اهو تمام زي ما انتوا شايفين كده، وبقوم راح مثبتاها كده نازلة في ال خلاص هنا اهي، واقوم راح مثبتاها هنا كده ومطلعاها مكان مثلا عاوزين نعمل وردة الناحية التانية تحت مثلا كده، وردة تحت كده مثلا. خلاص هي الوردتين دلوقتي كده تمام. تمام هنا هنعمل زي دي كده، بس هنعمل وردة كبيرة. هندخل بسم الله، خلاص انا خلاص طلعت دي، هبدأ ان انا اخد دي هنا كده واطلعها، وهبدأ ان اني ايه اعمل الفرع اللي في النقف اللي فوق كده فوق بسم الله. وهبدأ اعمل ايه، اكتر من 10. انا دولي عملت 10 لفات، دي عملت الفرع ده 10 لفات وده 10. هنا هعمل مثلا، هنعمل مثلا 13. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15، وأشد بقى بالراحة. اهي بسم الله اهو بالراحة جدا. اهو اتعملت الوردة اهي بشكل جميل. ممكن تعملي بغرزة الحشو، ممكن تعملي بالغرزة دي الوردات، الاتنين جميل يعني. خلاص كده انا هثبتها بقى، انا هثبت كده طبعا الفرع ده نازل كده، الفرع ده برضو هننزله كده تمام. فهنعمل غرزة بسيطة خالص زي غرزة السراجة كده، وهنشوف هنملاه ازاي عشان يكون سميك، حاجة كده بسيطة يعني. هنبدأ بقى ناخد دي كده بصوا، ونلفها كده حوالين واحدة ورا واحدة.
هنبدأ نعمل الوردة الثالثة بنفس الشكل عشان بس طول طول الفيديو ما يطولش. انا هعملها وارجع لكم تاني. انا كده خلاص خلصت 3 وردات، مش هنثبت كده اللون الابيض ده ونطلع دي برضو، هنعمل نقط كده شكلها جميل يعني. اوكي هنعمل 1 2 3 4 5، هنعمل 5 لفات كده. ونشد وننزل في نفس النقطة ونطلع فوق هنا. كده تمام. هنا برضو نفس الحكاية، ندخل دي هنا، نعمل واحدة تانية مع بعض. 1 2 3 4 5، 5 لفات ونشد الخيط. وبعدين ننزل بنفس المكان ونطلع هنا، نعمل كمان واحدة. تمام. انا هملى هنا كده بقى شوية حاجات، هكمل انا هنا هكمل وهرجع لكم تاني. انا هنا خلصت التطريز زي ما انتم شايفين. انا هنا استعملت غرزة واحدة بس في التطريز، يا رب تكون واضحة في الشغل. في النهاية يا رب يعجبكم الموديل وتنفذوه، لكن اهم حاجة تكتبوا لي رأيكم في التعليقات. وانا اسفة ان الفيديو طويل، لكن حبيت اشرح غرز الكروشيه والتطريز مع بعض في فيديو واحد. وفي النهاية بقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.